عن النادي الاهلي فيديو يحزن. عملت فيديو من فترة قلت ان في 8 لعيبة لازم يمشوا من النادي الاهلي في الميركاتو اللي احنا داخلين عليه، لكن بتصدم ان اللي مشيوا لعيبة تانية خالص. اللي رحلوا عن النادي الاهلي لعيبة كنا محتاجينهم ولعيبة مالهمش لازمة لسه موجودين في الفرقة. بس قبل ما اتكلم عن اللعيبة اللي رحلت واللعيبة اللي لازم ترحل، قول لي رأيك انت في الكومنتات، شايف مين المفروض يرحل عن النادي الاهلي ومين مشي وكان المفروض يكمل معانا. عملت فيديو قلت 8 يمشوا من النادي الاهلي، اولهم الزنفولي حارس المرمى اللي ملوش مكان بالنسبه لي. الزنفولي فين مكانه في النادي الاهلي؟ وانا عندي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي وحارس مرمى منتخب مصر الاول، عندي مصطفى شوبير اميز حارس موجود في مصر دلوقتي، عندي حمزه علاء اللي ظهر بمستوى قوي جدا مع المنتخب الاولمبي، كل دول قبل الزنفولي اكيد. فالزنفولي هو حارس رقم 4 في الاهلي، فقلت ان ما يتفعلش بند الشراء او ان الراجل ده يخرج من النادي الاهلي لان ملوش مكان ومش هيشارك خالص. ده لاعب كنت مستني انه يمشي ممشيش وموجود في الاهلي لحد دلوقتي. قلت خالد عبد الفتاح لاعب ملوش اي لازمه جوه النادي الاهلي، لاعب بيلعب باك رايت. عمر كمال عبد الواحد افضل منه ب 100,000 مره، محمد هاني احسن منه. طب قارن محمد هاني بخالد عبد الفتاح، فمحمد هاني ده بالنسبه لي يبقى كافو لو هقارنه بخالد عبد الفتاح. عندك كمان كريم فؤاد اكيد افضل منه، واكرم توفيق بيلعبها برده افضل منه، فهو يجي رقم 5. فخالد عبد الفتاح لسه موجود في الفرقه. قلت كمان ان محمد هاني نفسه لازم يرحل لان عندي عمر كمال عبد الواحد باك يمين وكريم فؤاد بديل ليه، واكرم كمان بيلعبها، بس بعد اصابه كريم فؤاد بالصليبي ربنا يرجعه لنا بالسلامه محمد هاني يبقى، ده من وجهه نظري. قلت كمان محمود متولي لازم يمشي، الراجل ده بيتعالج بس، الراجل ده نايم بس بيتعالج في النادي الاهلي، الف سلامه عليه وكل حاجه، لكن هو واخد مكان في القايمه عندي ما بستفدش بيه، محمد متولي لسه موجود معانا. قلت كمان كريم نيدفيد لازم يمشي، كريم نيدفيد اللاعب اللي ملوش اي لازمه في النادي الاهلي اللي ما بيقدمش اي اضافه لسه موجود معانا. لو جيت ترقمه رقم كام في نص ملعب الاهلي هتلاقيه رقم 1000 بعد كل اللعيبه ما يخلصوا. قلت كمان بيرسي تاو لازم يمشي من النادي الاهلي لان ده محسوب عليا لاعب محترف وبيقبض بالدولار وراتبه كبير وملوش اي قيمه، ما عملليش اي اضافه ومستواه مش ثابت ابدا مع الاهلي فلازم يمشي. بيرسي تاو لسه موجود. قلت كمان طاهر محمد طاهر يا سيدي لازم يمشي من النادي الاهلي، برضه لسه موجود، لعيب ملوش اي قيمه ولا اي لازمه، كل دول لعيبه لسه موجودين. قلت كمان ان انطونيو مودست يمشي، الحمد لله ده الوحيد اللي مشي في الثمانيه اللي اتكلمت عليهم، وقلت ان كريستو يخرج اعاره عشان يرجع لانه لعيب مش واخد فرصه في الاهلي، وفعلا الراجل ده طلع اعاره لسه فقصي، فانا كده لعيب واحد اللي مشي من الثمانيه اللي قلت عليهم هو انطونيو مودست. تعال بقى بص على اللعيبه اللي مشيت اللي ما كانش المفروض تمشي. مشي لك محمد عبد المنعم اللي خلاص على اعتاب الدوري الفرنسي وخلاص رحل رسميا عن النادي الاهلي، افضل مساك في قاره افريقيا اللي مش هتعرف تعوضه. مشي لك كمان اليو ديانج، جوهره كانت موجوده عندك في نص الملعب راح للخلود السعودي ومش هيبقى موجود معاك الموسم الجاي. مشي لك كمان احمد عبد القادر الوينج الحريف اللي بيقدر يصنع الفارق اللي افضل اكيد من تاو وافضل اكيد من طاهر محمد طاهر، راح اعاره للقطر القطري لمده موسم ومش هيكون موجود معاك. كهربا كمان ماشي وهيسيب مكانه هو كمان ويفضل وسام ابو علي لوحده لحد ما نشوف هنجيب مهاجمين مين، وما عنديش مشكله مع رحيل كهربا، لكن في وقت ما عملت الحلقه كان كهربا بالنسبه لي ما يمشيش. كهربا دلوقتي طبعا يمشي لان فعلا مستواه سيء، كهربا خارج لسه مش عارفين خارج على فين، لسه بيتشاف له عرض لكن مش هيكون موجود معاك الموسم الجاي. عندك كمان اصابتين لكريم فؤاد والعلي معلول، اصابات طويله هيترفعوا من القايمه على الاقل للدور الاول، كل دي لعيبه بره القايمه، كل دي لعيبه مشيت واتصابت واللعيبه اللي ملهاش لازمه كلها موجوده. تخيل لما يمشي من عندك محمد عبد المنعم افضل مساك موجود في افريقيا كلها، اليو ديانج واحد من افضل اللعيبه اللي موجوده في نص ملعب افريقيا اللي مستواه بعيد قوي عن اقرب حد ليه والامكانيات اللي موجوده عنده. تخيل لما يمشي من عندك احمد عبد القادر لعيب حريف، لعيب بيصنع الفارق، لعيب لو خد فرصه يقدر يكون اساسي في تشكيل النادي الاهلي. هيمشي من عندك كهربا ما عنديش مشاكل قوي معاه، بيمشي من عندك محمد الضوي كريستو موهبه شابه اتقال عليه انه افضل لاعب موجود في تونس، وعندك اصابه لعلي معلول افضل باك شمال في افريقيا، واصابه كمان لكريم فؤاد اللي بيعوضه. وموجود عندك مين في الفرقه بقى؟ موجود عندك الزنفولي، موجود عندك خالد عبد الفتاح، موجود عندك متولي، موجود عندك نيدفيد، موجود عندك بيرسيتاو، موجود عندك طاهر محمد طاهر. الفرقه محتاجه غربله، محتاجين نمشي شويه لعيبه ما لهمش لازمه في الفرقه، حتى لو هتجيب لعيبه تانيين مستواهم متوسط ياخدوا فرصه، لان اللعيبه دي خدت فرص وما اثبتتش نفسها في النادي الاهلي فما يستحقوش يكونوا موجود
موجودين معانا لموسم كمان. ده من وجهة نظري، قول لي رأيك انت في الكومنتات، نتناقش مع بعض في الكومنتات ونشوف مين اللعيبة اللي لازم ترحل فعلا عن النادي الاهلي. لايكك كتير، شير على قد ما تقدر، خلي الفيديو يوصل في كل حتة ونسمع اراء الناس ايه.